رغم الصراع المرتقب بين دراما رمضان هذا العام، إلا أنه يشهد أيضاً غياب عدد من الوجوه التي ارتبط اسمها بالظهور خلال شهر رمضان الكريم، مثل النجم يحيى الفخراني ومحمد رمضان وطارق لطفي ومي عز الدين. اعتاد الجمهور في رمضان على تواجد عدد من النجوم الذين أصبحوا وجبة رمضانية أساسية خلال السنوات الماضية، ويحرص المشاهد على متابعة أعمالهم بشغف. ولعل الغائب الأكبر عن السباق الرمضاني للعام 2017 هو القدير يحيى الفخراني الذي يعتبر وجها رمضانيا بامتياز منذ مسلسل ليالي الحلمية الذي عرض جزءه الأول في أواخر الثمانينات. ولكن هذا العام يغيب الفخراني عن رمضان 2017، ويكاد كذا يكون الفخراني الوحيد من نجوم الثمانينات الذي ما زال محافظا على تواجده الرمضاني كل عام تقريبا. وكان آخر أعماله في رمضان الماضي مسلسل ونوس. كذاب يا ابن آدم كذاب. النجم الشاب محمد رمضان، والذي حقق العام الماضي نجاحا كبيرا في مسلسل الأسطورة عبر شخصية رفاعي الدسوقي، والتي اجتاحت هذه الشخصية بملابسها أوساط الشباب، يغيب هذا العام عن السباق الرمضاني بسبب التحقه بخدمة التجنيد الإجباري في مصر. عرفني مين أكبر راس البلد ممكن يخدمني وأنا أروح. أنا البلد يرتاح. أنا البلد يرتاح. أيضا الفنانة مي عز الدين تسجل غيابا في دراما رمضان لهذا العام، رغم أنها سبق وأعلنت عن مشاركتها بمسلسل رسائل، ولكن لضيق الوقت وتعدد أماكن التصوير، حيث يحتاج كما صرحت مي ل 45 لوكيشن، فضلت تأجيل هذا العمل للموسم القادم حتى يخرج بالشكل اللائق. واعتذرت من جمهورها عبر حسابها على فيسبوك: جمهوري العزيز، بعد محاولات كثيرة لدراسة إمكانية اللحاق بموسم رمضان بهذا النوع من المشروع الذي يحتاج وقت ومجهود أكبر من الوقت المتبقي لرمضان، توصلنا أنا وطاقم العمل إنه بجد صعب قوي إن المسلسل ده يلحق، لذا قررت تأجيل هذا المشروع إلى رمضان 2018. وكانت مي قدمت العام الماضي مسلسل وعد. دي اللي هي عايزاه، ولو ما معكش أنا أدفع لها، المهم ما تغور في 60 داهية وتمشي، انت فاهم؟ الفنانة السورية كندا علوش، والتي اعتاد الجمهور على تواجدها في الموسم الرمضاني، حيث قدمت عدد من الأعمال الناجحة كالوصايا السبعة والعهد، وشاركت العام الماضي في مسلسل أفراح الأبة، وقدمت دور مميز رغم قصر الدور، إلا أنها هذا العام فضلت أن تأخذ فترة استراحة في رمضان لإيجاد النص المناسب. علشان أصرف الشيكات لازم أخلص منها؟ النجم السوري ماكسيم خليل هو الآخر يسجل غياباً هذا العام بعد أن حجز لنفسه في السنوات السابقة مكانه في السباق الدرامي. ورغم أن ماكسيم صور مسلسل آخر محل ورد، إلا أنه لضيق الوقت خرج من السباق الرمضاني. بطل خمرة، تجايلك عيل عيل، ما تخليهوش يشوفك بالشكل ده. أيضا قصي خولي هو الآخر سيكون غائبا عن دراما هذا العام، حيث فضل أن يأخذ فترة استراحة. ونفس الأمر ينطبق على الممثل المصري طارق لطفي، الذي صور مسلسل بين عالمين، ولكن خرج من الماراثون الرمضاني وكتب معتذرا عبر صفحته على فيسبوك: تعتذر أسرة مسلسل بين عالمين للمخرج أحمد مدحت والسيناريست أيمن مدحت والفنانين طارق لطفي وهشام سليم ولقاء الخميسي وفدرة وحازم سمير وجميع صناع العمل، لجماهير المشاهدين الكرام عن عدم تمكننا من المشاركة في سباق رمضان 2017 لأسباب تتعلق بضيق الوقت.